السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، أتمنى تكونون بألف خير. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية العراقي في بغداد. تحياتكم وأتمنى تكونون بألف خير. اليوم احنا مستمرين بالإيقاعات العربية، واللي هو اللحظة أمامكم الآن هذا الإيقاع، إيقاع سماعي السربند أو سربند، اللي هو أيضا 3/8، وأكيد عرفنا الرقم الأعلى والأسفل ما هو، وهو دائما أمامكم بالرسم، اللي هو أمامكم في الرسم دم تك تك. الآن نلاحظ أمامكم الرسم، الآن نلاحظ أمامكم الرسم، هذا الرسم اللي يقول دم تك تك. طبعا هو إيقاع السربند واللي يسمى أيضا سماعي طائر، هو إيقاع خفيف وسريع وشاع في قلب الموشح الغنائي، دائما يستخدمه، واللي دائما معروف عنه سماعي طائر، يسمونه في الأمور العامية أو حتى بالفرق الشرقية المعروفة. طبعا هذا الإيقاع هو أنا في نظري شبيه دائما للفالس، يعني يصير دم تك تك دم تك تك دم تك، لأن الفالس دم تك تك دم تك دم تك تك دم تك، يعني 1 2 3 1 2 3. هذا الإيقاع دوم تك تك دوم تك، نسمع هذا الغناء حمام خيري اللي هو موشح طبعا من حلب من سوريا الشقيقة الغالية. دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك دوم تك تك دوم. واضح الإيقاع. واضح الإيقاع جدا، وإن شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو اللي دائما تشرفوني به وتسمعوه. وطبعا الإيقاع مهم جدا، أكو معظم المبتدئين يستهينون بالإيقاع وأنه ليش حافظه، لا بالعكس لازم تحفظه، أولا ثقافة، ثانيا تختار الإيقاع مناسب للأغنية فلانية إذا حبيت تغني، وثالثا الإيقاع علمك أنه تتمرن مع إيقاع السرمند، هذا جميل جدا من أروع ما يكون، واللي أبدعوا به في منطقة حلب في سوريا الشقيقة الغالية، أبدأ بأروع ما يكون واستخدموه بموشحات، مثل ما نعرف أنه سوريا تاريخ بالموشحات وبغناء القدود، اللي هو معناته أو معنات القدود معناته على القد، يعني على القد، يعني هذا على القد، قد هذا الأبيات الشعرية أو الغناء على القد على طول، معناته القد يعني القد المكان، يعني مثلا هذا القميص أو هذا على قد الفلاني. فنسبة جتي اسم جتي شكرا لكم، وأتمنى تكونون إن شاء الله، شكرا لكم أصدقائي، وأتمنى أنه استفادتوا من الإيقاع هذا، إيقاع السربند، واللي هو مهم جدا بالنسبة للمبتدئين وبالنسبة للمتقدمين. المبتدئين بعضهم يقول لك أنا شو أعمل به هذا الإيقاع، بالعكس هذا يفيدك أولا أنه تحفظه ثقافة، ثانيا تتمرن معه عندما تختار أغنية، تختار الإيقاعات أي إيقاع تحبه حتى تقدر تتمرن أو تعزف معه، وهذا مهم جدا تمرينك مع الإيقاع، لأن كثير عازفين كبار معروفين حاليا بالوطن العربي أنه يخرج خارج أو خارج الإيقاع، لذلك الإيقاع جدا مهم تتمرن معاه، إضافة للثقافة الموسيقية، كثير من عندنا يعزف بس ما يعرف إيقاع السربند، الآن بديت تعرف إيقاع السربند والفوكس و و و و كذلك. منا تكونون بخير، وتحياتي لكم، لا تنسون الإعجاب والاشتراك
ودامت تنشرون فيديوهاتي في مواقع التواصل الاجتماعي حتى أكثر عدد ممكن نفيده. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.